السلام عليكم ورحمة الله إخواني، أسعد الله مساءكم. سأشارك معكم طريقة، يعني كنت أتدرب قليلا عن يعني عن هذه القطع التي تضبط الصيخ، يعني فكانت يعني بالنسبة لي ضبطها في هذا المكان. قبل قليل يعني وجدنا جرة فارغة، رأينا أخذها الصديق. لقد عاد ردمها. المهم وجدنا جرة فارغة، يعني مجرد تلاريب، لكن حددت نقطة مهمة، يعني حركة السيخ على المعادن النفيسة، يعني أيضا زيادة على هذا الضبط. يعني كالعادة نؤلف الجهاز، أنا قد ولفته مسبقا إخواني، اتجاه الثاني، اتبع اتجاه الثالث. حركة الأسياخ إخواني عندما سوف أدخل إلى المجال الأخير، يعني ليس ومجالي مربع الشكل، يعني حركة حذف، لمس الكتف ثم اعتدل. سوف أستمر. وضعت خط مسبقا هنا، سأستمر. تأكيد تام، يعني لمس الكتف، يعني حركة اتجاه، فلنؤكدها أيضا، هل هي اتجاه أم تأكيس؟ يعني قلبت القطبية الآن، يعني حركة توجيه. حركة حذف. سوف آتي من اتجاه آخر، حركة حذف ثم اتجاه. تأكيد سام، يعني حركة توجيه إلى الخلف. حركة حذف دائما إخواني، يلمس الكتف أو يقترب أن يلمسه ثم يعتدل. فلنقص كم يبعد عني هذا الهدف، يعني مجرد أن يتوجه. أرفع السيخ، دورتان، ثلاث، أربع دورات. هذا بعد الهدف إخواني، هذا بعد الهدف. الدورات الأولى، الدورات الثانية، واحد، اثنان، ثلاثة، لكن عمق دفيني في الدورات الثالثة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. يعني عمق دافيني متر ونصف تقريبا، أعطاني في الدورات الأولى يبعد عني هدفي بأربع أمتار إخوان. طول سيخي 50 سنتي، يعني واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة إخوان، أربعة فوق مكان الذي يحذف به. هذه هي حركة، يعني طريقة القياس العمق والبعد، كما تكلمت في أول الفيديو إخواني بالنسبة لهذه القطعة لضبط، يعني بالنسبة للمعادن تقريبا، واحد، 8 أصابع بالنسبة لقطعة الضبط. كما ترون وضعت هذه القطعة بهذا الشكل.
السلك الملفوف الى هذه المنطقه، ثم تركت هذا المكان لكي تصبح هذه القطعة يعني حرة في التحرك، يعني فهي فعالة يعني صراحة فعالة بالنسبة لضبط الجهاز. كان في الأول عندما وجدنا تلك الجرة الفارغة، يعني كانت هذه القطعة متجهة إلى الأمام، وعندما يعني عندما أريد أن أبحث عن معادن يعني أتراجع بها قليلا. والسلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله مساءكم إخواني.